قصيدة الأخ يعني أكيد مشاعر جياشة يعني، شكرا. وهاليوم بساحة التظاهرات ببغداد وبكل المحافظات نشوف لحمة وطنية قوية جدا يعني، والله العظيم اللي ما يعرف شعر قام يتعلم وينزل ساحة التحرير والساحات التظاهرات بكل المحافظات ويقرأ قصائد شعر جميلة عن بغداد وعن العراق. اللهم بردا وسلام، اللهم بردا وسلام على أهلنا وناسنا الطيبين بالبصرة وبالناصرية وبغداد وبكل محافظاتنا العزيزة. أريد أحيي كل الناس المتواجدة اليوم بساحات التظاهرات، هذه الناس اللي والله همها بس العراق والعراقيين، همها بس فقط أنه يعيشون بوطن آمن، بخدمات، بصحة، ببنية تحتية.